صبحكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة جديدة بنرافقكم فيها بمواضيع جديدة في صيف البحرين. سعد الله صباحكم مشاهدينا، ساعة على الهواء بنستعرض فيها محطات متنوعة لصباح يوم الثلاثاء. أكيد مشاهدينا، قبل ما نبتدي حلقتنا ونبتدي فقراتنا، في البداية ودي أتقدم بأحر يعني التعازي والمواساة أكيد لأهل المتوفي زميلنا هزاع البصميط اللي وافته المنية أمس، والله يرحمه ويغفر له إلى جنات النعيم. يعني فعلا كان زملائنا الغاليين على قلوبنا، وعشنا معاه يعني فترة طويلة في أكيد وزارة شؤون الإعلام. فكل فريق برنامج صيف البحرين وكل موظفين ومنتسبي وزارة شؤون الإعلام أكيد يوجهون تحية، وأيضا يعني يوجهون يعني التعازي والمواساة إلى أهل الفقيد. في البداية طبعا مشاهدينا خلونا ننتقل للمدرب خالد البستقي ونشوف تماريننا الصباحية ليوم الثلاثاء. صباحكم صيف البحرين، اليوم جايب لكم تمارين خفيفة وحليوة، أبد ما بتتعبكم، بصير حليو وياكم اليوم، نفس ما أنا حليو دائما وياكم. نسوي تمارين اليوم ستريتشنج، تقدر تسويها من تقوم من النوم أو تسويها لين تخلص تمارينك. نبتدي. موف 1، أي تحت، وأخلي الإلبو الجانبين صوب القفص الصدري، أرفع الحنج فوق، أتمي هني 10 لـ15 ثانية مرتاح، أبد ما تضغط على روحك. بوزيشن 2 يسمونه كوبرا بوز، يدي مستوى صدري عريس فوق، في تشانس أرد ورا. طبعا هاي الموفمنت حق اللور باك، الجزء السفلي من الظهر، أرفع حنجي فوق أرتاح. الاسترتش الثالث تشايلد بوز. ليش تشايلد بوز؟ يوم احنا صغار كنا نسوي ذي الحركة، بس احنا نكبر ما نسوي رياضة فالجسم ينسى هاي الموفمنتس، يصيرون صعبين علينا. لاحظ الراس يروح بين البايسبس او اليدين، خلينا نقول الجزء الخلفي صوب الكعب مال الريل. استرتش الرابع يسمونه كات ستريتش، نشوف ذي الحركة وايد قطوة تسويها لين على قولتنا بالبحريني تمغط، قوس ظهرك من فوق دائما الحنج كذا داخل 10 ثواني لـ15 ثانية، ارفع ركبي فوق. ستريتش نمبر 5، في هالستريتش اذا الكعب ما يوصل الارض عندك مشكلة في المرونة، تقدر تسوي ذي الحركة 1 2 3 4، انت بـ15 ثانية او احسب لي 20، انزل تحت. هب فلكسرز، وين الهب مالنا؟ اكا حنقول الورك اكا بايون. هني الغلطة الشائعة في ذي الاسترتش، وايد ناس يون جدام كذي، لا تجي جدام، خليك من هالبوزيشن اللي انت فيه 90 درجة كلها تسوي هالمنطقة ذي، ترفعها على فوق، بتحس انك فتحت الهب مالك. ايا ودي هني 15 ثانية، صدري فوق ظهري سيده، اثليتيك بوزيشن نقول، دائما الرياضي فخور في نفسه صدره فوق. اغير الجهه هوب اي على فوق 10 15 ثانية، حلو اوقف الحين. عضلات الفخذ الكوادز، الفخذ الامامية، اذا تبي تقدر تستعين بالطوفة، لكن بعلمكم شيء عشان تسوون بالانس، دائما عينك ركز مكان واحد وهوس على الابز البطن او الكور نفس ما نقول. هب 15 ثانية سويتش،
شولدرز الاكتاف اسحب احضن البايسب سويتش اسحب ترايسبس دائما ارفع صدري فوق واسحب الترايسب ورا من الالبو اكل الالبو الجهة الثانية يدي اجيبها ورا صدري فوق حاول تياب كل بوزيشن 10 ل 15 ثانية خل بالك على التسلسل حلقات موجودة في اليوتيوب ارجع لهم مرة ثانية افتح يدي اوكي حق اللي يتمرن مو اوكي حق اللي راقد ويعطيكم العافية مشكورين نشوفكم على خير ان شاء الله تعيد هذه التمارين 3 ل 4 جولات وتكون مرتاح. نشكر مدربنا خالد بستقي على هاي التمارين وننتقل لفقرتنا التالية على امتدادات مسيرتهم كلنا نعرف أن رجال قيادة خفر السواحل معروفين بتضحياتهم في حفظ سلامة المواطنين والمقيمين وتسخير الوقت والجهد والإمكانيات للوصول إلى كل مرتادي البحر باحترافية كبيرة أفرزتها عمليات تطوير الكوادر الأمنية وسرعة استجابة رجال قيادة خفر السواحل للمواطنين والمقيمين في مختلف الأحداث الطارئة. ولا شك حمد أن تزايد إقبال المواطنين والمقيمين على ارتياد البحر في فصل الصيف صاحب جهود أكبر من قبل رجال الأمن بوزارة الداخلية. معنا في الاستديو النقيب نايف عيسى الشيخ رئيس الفرع القانوني بقيادة خفر السواحل للحديث أكثر عن ثقافة ارتياد البحر. صبحك الله بالخير يا هلا ويا مرحبا فيك. صباح عليكم بالخير وعلى السادة المشاهدين. صباح الخير. في البداية بما أن خلنا نتكلم عن خفر السواحل هم دائما قريبين من المقيمين بما أن يعني في البحر قريبين من بعض شنو الجهود اللي دائما تسوونها عشان تحافظون على سلامة المرتادين للبحر؟ طبعا تنفيذا لقانون قوات الأمن العام تحديدا المادة الأولى بالمحافظة على النظام والأمن وكذلك المحافظة على الأرواح والأعراض والأموال تبذل قيادة خفر السواحل قصارى جهدها في تنفيذ ذلك والحفظ والحفاظ على الأمن والسلامة البحرية لمرتادي البحر وبانت هذه الجهود مع مشروع السياجي الأمني الإلكتروني اللي بدأ عام 2008 والحمد لله تمكننا من ربط غالبية السفن الصغيرة سواء من سفن نزهة أو سفن صيد صغيرة أو كذلك سفن خدمات وكذلك الدراجات المائية سواء لدى مركز العمليات البحرية أو شعبة التسجيل والترخيص وبلغ عدد السفن الصغيرة المسجلة ما يقارب 9000 وكذلك 1500 دراجة مائية تقريبا وما ننسى دور مركز العمليات البحرية اللي مزود بأحدث الأجهزة والتقنية المطورة اللي بدورها تساعد على سرعة استجابة لأي بلاغ تتلقاه قيادة خفر السواحل كذلك نقاط التفتيش الأمنية البحرية المتوزعة على المياه الإقليمية لمملكة البحرين وبدورها تعطينا تغطية كاملة رادارية للمياه جميل يعني أكيد جهود تشكرون عليها في خفر السواحل لكن أكيد ودنا نسالف معك أكثر عن شنو الجوانب اللي دائما توصون فيها جميع مرتادي البحر أو اللي راح يطلع رحلات بعيدة من خلال الاحتياطات اللي لازم يأخذونها بعين الاعتبار طبعا قيادة خفر السواحل تتلقى بلاغات بشكل يومي ومن هذه البلاغات الحوادث البحرية الحوادث البحرية سواء كان حادث غرق أو حادث تصادم بحري بين سفن صغيرة أو قوارب وكذلك فقدان المراكب وفقدان الأشخاص هذه كلها بلاغات يعني نوليها أكبر اهتمام وفورا نرسل أقرب دوريات بحرية لتقديم المساعدة سواء كانت رحلات بعيدة مثل ما تفضلتي أو كانت رحلات قريبة من السواحل ونستذكر الحادث اللي أو البلاغ اللي وقع مؤخرا وتمكنت قيادة خفر السواحل من إنقاذ عدد 3 بحارة في عرض البحر وبإسناد من طيران الشرطة اللي ما ننسى دورهم ونستغل هذه الفرصة ونقدم لهم جزيل الشكر والعرفان
والحمد لله قيادة خفر السواحل فور تلقي البلاغ أرسلت عدد ما يقارب 6 دوريات بحرية بإسناد من طيران الشرطة، وتمكننا بعد تمشيط المنطقة من العثور على الأشخاص وانتشالهم من البحر وتقديم لهم الإسعافات الأولية. لكن أنا أنوه على نقطة مهمة جدا وهي تتعلق بجهاز التعرف الآلي على السفن. جهاز التعرف الآلي على السفن أصبح شرط من شروط السلامة، ومن الضروري وضع الجهاز وكذلك تشغيله، وذلك بموجب أحكام قرار الوزاري لسنة 2013 رقم لسنة 2007 رقم 13، واللي أصبح هذا الجهاز شرط من شروط السلامة. ليش أذكر فيه؟ لأن مثلاً على سبيل المثال هذا البلاغ اللي تلقينا مؤخراً صار فيه فقدان وما كان فيه تغطية اتصال والهاتف طاح في البحر، صح، فصار من الصعوبة أنه يتواصل مع قيادة خفر السواحل. كان فعلا مركب الجهاز بس ما كان على وضع التشغيل للأسف. فهذه يعني أخر أو ما نقول أخر، خلى جهود البحث والإنقاذ على فترة أطول وأكبر، لأن الجهاز يعني فور وقوع حادث لا سمح الله يضغط على زر نداء الاستغاثة لمدة 5 ثواني على طول يوصل انه وصل لمركز العمليات البحريه بتحديد الموقع بالضبط، وبدورنا نقوم بارسال اقرب دوريه بحريه وتحقق سرعه الاستجابه. مثل ما نعرف يعني تتزايد الانشطه البحريه في الصيف وفي الفتره الحاليه، غير يعني قلت انه هاي الجي بي اس ممكن انه يساعد اكثر على شغلكم انتم كخفر السواحل للوصول الى اي واحد عنده مشكله، بس خلينا نتكلم عن شنو النصائح اللي توجهها لهم في هذه الفترة بالذات. طبعاً فصل الصيف في زيادة ملحوظة في عدد المرتدين البحر، وهذه فرصة نستذكر فيها معهم إجراءات سلامة البحرية، وإجراءات سلامة البحرية من ضمنها تسجيل المغادرة لدى نقاط المراقبة الساحلية الموجودة على سواحل البحرين، بحيث إنه يسجل الدخول ويزودهم بالبيانات الوجهة المقصودة، وهذه كلها بسهل علينا في يعني حال لا سمح الله وقع حادث. تزود بالمؤونة الكافية، صح، تزود بالوقود والغذاء في حال لا سمح الله تأخر أو شيء بيكون عند كل هذه موفر. نذكر كذلك بضرورة اقتناء معدات السلامة، هاي شيء مهم. نعم بالفعل، لعل أبرزها سترات النجاة وكذلك معدات الإسعافات الأولية، كذلك جهاز الإطفاء خاصة مع تزايد درجة الحرارة في هذه الفترة، فمحرك القارب معرض لأي وقت تعرض لمكروه، فضروري يكون هذا الجهاز موجود وصالح كذلك تأكد من صلاحيته. أكيد في نهاية الفقرة وفي نهاية اللقاء عندك كلمة حابة توجهها أكيد لكل الجمهور اللي قاعد يتابعونا في هذه اللحظة. طبعا احنا ندعو من هذا المنبر جميع مرتادي البحر بضرورة الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، وضرورة تسجيل الملاك تسجيل قواربهم، وخص بالذكر الدراجات المائية، لأن لحد اليوم في ما زال هناك عدد من ملاك الدراجات المائية ما قاموا بتسجيل الدراجات المائية، فإحنا نذكرهم ضرورة التسجيل لتفادي يعني صدور أي قرار لاحق بمنع التسجيل، خصوصاً اللي ما عندهم وثائق ومستندات تثبت الملكية. وفي الختام يعني سرنا نقدم لكم جزيل الشكر والعرفان لتاحت لنا هذه الفرصة اللي نذكر فيها مرتادي البحر بإجراءات. بالعكس دورنا بالضبط، هذا دورنا أكيد عشان نوعي المجتمع أكثر بخصوص هذا الموضوع. أكيد جهود تشكرون عليها في خفر السواحل على كل ما تقومون فيه في إدارة أكيد هذا الموضوع. نشكر أكيد النقيب نايف الشيخ على حضوره ونورتنا، شكرا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا منطقة الروتري بنتعرف عليها بعد هذا الفاصل، خلكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل. الأعمال التطوعية والخيرية مطلوبة في كل المجتمعات، الحمد لله في مملكتنا البحرين أيادي الخير والمتطوعين موجودين وبشكل كبير، وطبعا هالشيء يكون بالتنظيمات الرسمية تحت إشراف الحكومة. من هذه المنظمات منطقة الروتري، ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ مازن العمران محافظ أحدى مناطق الروتري. صباح الخير، رحب فيك اليوم في صيف البحرين. صباح الخير أخوي، صباح الخير أختي، يا هلا يا مرحبا فيك.
طبعا احنا في البدايه ودنا نتكلم عن روتري وشنو تعني في العالم بشكل عام وفي البحرين بشكل خاص بنتكلم عن روتري. يعني اولا لازم ابدا ان الروتري الدولي هو منظمه دوليه حقيقه مجتمعيه تخدم المجتمع، تضم حقيقه 200 دوله، 1,200,000 عضو، 34,000 نادي في العالم. ما شاء الله. اسس 1905 وبدا في البحرين برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك. نعم. في سنة 1965. نعم. هذه البداية للروتري في البحرين. روتري في البحرين. أنا الحين السنة لي الشرف أن أكون المحافظ للمنطقة 2452 اللي هي تضم 9 دول. ما شاء الله. 3 قارات، تضم البحرين، الإمارات، لبنان، الأردن، فلسطين، السودان، جورجيا وأرمينيا وقبرص. معناته أنا مسؤول عن 85 نادي و2000 عضو. الفكرة من الـ من الـ من الروتري حقيقة هو شعار الروتري الإيثار للإثرة. سيرفيس أبوف سيلف. والفكرة منه أن الشخص في عمله إذا هو موفق في عمله لازم يعطي للمجتمع. صحيح. إذا ما أعطى للمجتمع الله وفقه لازم يعطي للمجتمع الناس المحتاجين. صح. أهم مشاريع المجتمع الروتري حقيقة بتطرق لها، أنا عندي النقاط اللي عطيتوني إياها. أهم شيء هو أن إزالة شلل الأطفال من العالم. ليومك صرف في العالم 2.6 بليون دولار جمعت من قبل الروتري في 30 سنة اللي سابقة عشان إزالة شلل الأطفال من العالم بشكل نهائي. مو عن طريق إسهامات الروتري فقط، ما نتكلم عن غير محل. فالفكرة منها إنهم هم يجمعون وياخذ فيه عندهم متبرعين من خارج الروتري يتبرعون لهم. زين، شو بقى عندنا الله يسلمك؟ دولتين فقط، أفغانستان وباكستان، الوحيدتين اللي فيهم لا يزال يمكن 18-20 كيس. مو بعدد كبير. السبب الأساسي إنه ما نقدر نوصل الروتريين اللي عايشين في المنطقة أو اللي يعملون على إعطاء اللقاح لإزالة شلل الأطفال، ما يقدرون يوصلون المناطق، خصوصا في أفغانستان وفي باكستان مناطق. لكن الهدف إن شاء الله في 2020 نخلص من الموضوع إن شاء الله ونزيله إن شاء الله. جاءنا موضوع الكوفيد 19، هذه كل العالم يتكلم عنه. صح. فخذوا الروتري الدولي ووزع على كل المحافظات، يعني حتى نحن محافظتنا، مبلغ معين لمكافحة الكوفيد، لأن تحتاج أنت كمجتمعات تحتاج كمامات. صحيح. تحتاج سانيتايزيشن، تحتاج هالأشياء. فساهم بحوالي 15 مليون طلعها من البجت الحالي. كثير من الناس ما تدري شنو الهدف الأساسي. خلي أنا برجع للبحرين. البحرين. أنا برجع للبحرين. نبي نتكلم عن البحرين. أتكلم عن البحرين. المشاريع اللي سوينا في البحرين. أنا أول مشروع بديت فيه بنيت مشروع كامل رياضي في الشاخورة حق مركز رياضي لهم. صممنا، بنينا، أثثنا وقدمنا للمنطقة كهدية من الروتري. جميل. الشيء الثاني الحين صار لنا في السنوات الأخيرة نتكلم على موضوع الصحة. ركزنا على موضوع السكلر، شرينا 4 معدات ب100,000 دينار حق السكلر، حق فحص السكلر. نعم. تكلمنا عن موضوع أن نسوي مشروع إقامة مركز تدريب في البحرين اللي الخليج كله ما فيه، يجون المشرفين المسؤولين عن هاي المرض يعطونهم تدريب ودورات. نجيب دورات من خارج البحرين. من يساهم فيها؟ الروتري الدولي هو يساهم في تمويل هاي المشروع. عندك الله يطول عمرك موضوع الديابيتس في البحرين. عندنا السكري كبير العدد، يمكن فوق 35-40% عندنا. سوينا نحن الله يسلمكم، خذينا سيارة أثثناها، حطينا فيها كل الفحوصات اللي هذه، وجبنا ممرضين من الجامعة RCSI ويفترون على كل المدارس الحكومية. عربة متنقلة يعني. متنقلة. جميل. فعندك أشياء كثيرة حقيقة. وين بعد أنا ما أنسى لك شيء. إيه الحين الهدف من عندنا المؤتمر إن شاء الله بيصير في البحرين. الحين لأن أنا المحافظ من البحرين، فالمؤتمر بيصير في 11-14 مارس
2021 بنسويه في البحرين، وان شاء الله بيكون فيزيكال مو فيجوال على قولتهم فيرتشوال. فان شاء الله في هاي المؤتمر بالذات الفكره انه اي تمويل نحصل من المؤتمر شنو نبي نسوي فيه حقيقه. عندنا موضوع نبي نشتري المعدات اللي تحتاجها حق الفشل الكلوي، حق الدياليسس، ما عندنا كفايه. نحن في بالنا ان نشتري بحدود 100,000 دينار، يعني نحن نتوقع ان شاء الله من المؤتمر بيكون عندنا مردود صافي عشان نساهم في زيادة الشراء في هذه الأجهزة، لأن ما في كفاية. هاي بعض الأشياء الأساسية اللي أنا تكلمت عنها، بس إذا أي عندكم أي شيء ثاني أنا مستعد. أكيد يعني هاي الإنجازات أستاذ يعني كثير كبيرة وكثيرة ما شاء الله، والإنجازات اللي سويتوها طبعا أكيد نفتخر فيها، وهاي الشيء محتاجينه خصوصا في البحرين بما تكلمت عن البحرين. بس خلينا نتكلم عن المؤتمر اللي راح يكون إن شاء الله في شهر مارس العام القادم. خلينا نتكلم عنه وتجهيزاته وأهدافه. المؤتمر حقيقة نحن يعني بنسويه في البحرين، وبيضم كل الدول التسعة بيشاركون فيه. لا تنسى أن المؤتمر السابق اللي المكان المفروض يكون في الأردن ما صار، لأنه بسبب الكوفيد-19. فتوقع أنا أتوقع أن المؤتمر ذي بيجيك العدد أكبر من اللي توقعناه. ليش؟ لأن المؤتمر السابق ألغي، فالحين كل الناس يبون يحضرون، والبحرين لها حقيقة صيت حقيقة ممتاز. مكان كبير. كل اللي حضروا من قبل يقول لك نحن أحلى مؤتمرات نحضرها في البحرين. ومن آخر مؤتمر كان عندنا من 5 سنين، فالحين من 5 سنين صارت أشياء كثيرة، بنت أشياء كثيرة، عندنا أشياء كثيرة نقدر نراوي لهذا. والفكرة من المؤتمر حقيقة إنه يكون فيه تركيز مو على بس المؤتمر كمؤتمر، بس نبي نركز على البحرين كبحرين. جميل. نبي نعرف الناس للبحرين، خصوصا الناس اللي ما قطيوا. نحن المنطقة أنا بركز مو على بس منطقتنا التسع دول، هاي سهلة. أبركز على أوروبا، أبركز على أفريقيا. أنا قاعد أقوي علاقاتي مع أفريقيا وأوروبا وأمريكا. يوم حضرت أنا المؤتمر اللي يسمونه الروتري انترناشنال اسامبلي في سان دييغو في امريكا، كان موجودين 527 محافظ من 527 دوله. ما شاء الله. في منهم الدول اكل 2-3 معناته 200 دوله، لكن يراويك ايش كثر العدد. وبديت علاقات معهم كلهم. انا كان بودي يعني اذا اشتغلنا على المشروع مال المؤتمر بالطريقه الصحيحه نبي نجيب ناس من كل انحاء العالم. صح، وهاي الاشياء اللي تركزون عليها انتم، وهذا هو هذا الاساس. نعم. وبعد في ترتيباتنا حقيقه انا اجتمعت ويا معظم الوزراء، وزرائنا الحاليين الموجودين، وبغيتهم كمتحدثين اساسيين في كل فقره. عندي سبعه محاور فقرات. وبغيت عندي ورتبت للحين 7 وزراء بيتكلمون في 7 محاور. جميل. أنا ودي أسألك أستاذ أكثر طريقة الاشتراك يمكن في هذه. نعم. يعني معاكم في الروتري شلون تكون، وهل في اشتراطات معينة؟ أوكي. الله يسلمك. أهم شيء إنه أولاً الروتري ما في ربحية. إحنا ما يصير نتاجر في بيزات الروتري. نعم. ما في تبني وتشتري هذه ما يصير. نعم. لأن كله بيجيك من التبرع. التبرع للحمل المجتمعي. نعم. الاجتماعي. ثانياً من اللي يدشون الله يسلمك؟ المهندس، الطبيب، المحامي، الموظف الحكومة. نعم. هذا لين اللي هم يحسون ان هم يبون يخدمون المجتمع. فشنو اللي تتكلمين عن العضوية؟ انا اعرف فلان انا مهندس، اعرف فلان مهندس، اروح انادي اقول له تعال احضر معي. اذا عجبال العمل اللي قاعد يقوم فيه. نعم. بيقول لك انا بضم وياكم، تفضل ضم معنا. كذي تنمي انت مجتمع واعي يبي يخدم. صح. واذا الـ 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 القاده اللي موجودين في الروتري، ليش احسبهم انا قاده؟ لان انا اعتبر اي موظف عنده اداره في مؤسسته قائد ليدر يعني بالمعنى. فكلهم بيكونون على نفس المستوى وكلهم يخدمون المجتمع ويشوفون اللي شو يحتاج له. وهاي الشيء الاساسي في النهايه. نعم. الهدف انهم يخدمون المجتمع. أكيد يعني. أكيد. الانجازات اللي سمعناها الحين صراحه يعني نفتخر فيها وتفرح.
نفتخر فيها وتفرح، وهذا الشيء اللي نتمنى لكم فيه التوفيق ان شاء الله. واكيد مازن العمران نورتنا اليوم، الله يطول عمرك، الله يخليك، شكرا لك على حضورك وان شاء الله بالتوفيق. شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. شكرا لك، اشكركم. مشاهدينا ننتقل الى فقرتنا الاسبوعيه الخيل. تعلم تركيب سرج الخيل من اهم اساسيات الفارس الناجح. اليوم راح نتعلم شلون يتم تركيب سرج الخيل وتجهيزه في هذا التقرير. هلتر احنا نسميها، اوكي، قبل لا يبتدي يسرج الحصان عقب ما اوكي. تعال يوسف، قبل ما يركب الفارس، عقب ما يركب الرشمه يشيك مكان الحصان، هل الحصان ماكل شارب، هاي شغلات. عقب يبتدي يتحسس جسم الحصان كامل، الحوافر تشيك، يشيك حراره جسم الحصان، هل الحصان في اي مشاكل. روح ورا، روح ورا وانت رايح، عنده اي مشاكل، اي الام الحصان عنده تكون اوكي. تشيك حافر الحصان، من المهم تشيك حراره الحافر الحصان اذا كان حار او لا. اذا كان حار الحصان لازم نشيك حرارته ولا نشيك اوكي. بوز الحصان تشيك اذا لون بوز الحصان متغير اوكي، وحتى عين الحصان يفتح العين. بشكل يومي لازم يتشيك الحصان قبل ما يبتدي حق التدريب، عشان يعرف الفارس هل الحصان كان بصحة جيدة، ماكل زين، في أي مشاكل، يبين من حرارة الجسم أو تغيير اللون البوز الشفايف الحصان هاي شيء. أوكي. وبعدين يبتدي الحين بيركب المعدات. النمتة اللي احنا نقولها او اللبادة العربي او البدنج اوكي، السرج اوكي، رفع النمتة من قدام اوكي. المهم وقت تركيب السرج لازم نشيك، المدرب يشيك على الفارس هل السرج مركبه بالطريقة الصح او لا. اللبادة لازم تكون، او النمتة احنا نسميها، او البدنج لازم تكون مفتوحة، انها ما تكون مركبة بالطريقة ذي على ظهر الحصان مضغوطة. لان ليش؟ في وقت اللي تكون مضغوطة، وقت اللي يركب الفارس على السرج بينزل السرج وبيضغط عليه ازيد، من شي لازم نفتحها بهاي الطريقة ونركب. يشيك المدرب بعد ما يركب الفارس السرج، يشيك هل قاعد على كتف الحصان او من وراء كتف الحصان. شلون نشيك؟ يرفع، يقدر يرفع يد الحصان. اذا كان السرج وايد قدام مركب هاي الطريقه غلط، يعني لو تلاحظ على كتف الحصان اوكي، ونرجع السرج راجعه بهاي الطريقه اوكي، ويركب في هاي منطقة ركوب السرج اللي احنا نسميها الوذر او الغارب اوكي. وفي نهاية السرج لازم يكون مشيك، هو مو على طول، يعني انت لازم مثلا بعد خبرة، ما يحتاج بس انت بالنظر تقدر تشيك، بس اول شيء اذا كان عندك سرج جديد او فارس جديد لازم تشيك عليه، تشيك في نهاية هاي العظم، ما يكون السرج يركب ورا بهاي الطريقة اوكي. عقب ما يركب السرج اوكي، يبتدي يسحب القرف داخل السير مالها. من المهم الحين وقت الفارس يركب السرج ما يسحب القرف مال الحصان مره واحده، لان في الوقت الحين اللي يسحب الحصان في البوكس يكون الحصان ينفخ بطنه اوكي. لازم الفارس بس يسحب شيء بسيط اوكي، ينزل يكون الاستراب او يصير الركاب يكون فوق كسيفتي حق الحصان او الفارس وقت اللي يطلع الحصان من البوكس، عشان لو يضرب الحصان في بطنه مثلا اذا نزلناه بهاي الطريقه اوكي، وكان الحصان يمشي مثلا ويا الفارس. يمكن بعض الخيل، انا الخيل وايد حساسه،
تضرب في بطن الحصان. اوكي من كذي نخلي الاستراب فوق، هاي سيفتي ريزون. سيفتي ريزون ليه قبل ما يركب الفارس الحصان. عودة مشاهدينا، مثل ما شفنا التقرير كيفية وضع السرج على الحصان. طبعا إيمان، شي معلومة جديدة كانت عليك هذه؟ شوية يعني أنا مو وايد أفهم في الخيول، بس يعني ساعة أقول يلا بروح أجرب أركب الخيل، بس يعني إحنا كل أسبوع نتعلم شيء جديد في فقرة الخيل، صح؟ يعني يمكن أنا بعد نفس الشيء، نفسك ما عندي خبرة وايد، بس من التقارير نتعلم وممكن ان نجرب هالمره. يلا نروح نصور تقرير هالمره، شو رايك؟ يلا نسويها. مشاهدينا اكيد ننتقل الى الفقره الثانيه. تقوم اداره التفتيش في وزاره الصناعه والتجاره والسياحه بالعديد من المهام المهمه اللي تحرص من خلالها على المحافظه على صحه المواطنين والمقيمين، خاصه خلال الظروف الاخيره اللي تمر فيها مملكه البحرين، والالقاء الضوء اكثر حول هذه الجهود. يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو منى العلوي، مدير إدارة تفتيش. صبحك الله بالخير. الله يصبحك. رحب فيك في برنامجنا اليوم. أهلا بيا، مرحبا فيك أستاذة منى. في البداية خلنا نتكلم عن الأدوار الرئيسية اللي تقوم فيها إدارة التفتيش. طبعا في إدارة التفتيش احنا عندنا قسمين رئيسيين، قسم تنفيذي اللي هو التفتيش الميداني، يقوم بالتفتيش على المحال التجارية، يتأكد من سلامة الأنشطة مثل ما هي مقيدة في السجل. وعندنا القسم الآخر اللي هو الدراسات والتخطيط، وهي ما يقل أهمية عن القسم الثاني. يمكن الناس تعرف إدارة التفتيش بأنها دائما تروح تراقب، بس ما تعرف أن اللي في الجانب الآخر إحنا نراقب وفي نفس الوقت إحنا نطور. فقسم الدراسات يستفيد من مؤشرات التفتيش، يشوف شنو حاجة مثلا تغيير قرارات أنظمة، الأشياء كثيرة يقوم بها، يعالج الشكاوي. فهذين القسمين يكملون بعض. نعم، هذه بالنسبة حق دور يمكن إدارة التفتيش. لكن بنتكلم معك أستاذة منى أكثر، طبيعة التفتيش في المحال التجارية، هل هو نسق واحد ولا يكون متغير؟ هو متغير. في عندنا شيء ثابت طول السنة، يعني كل مفتش، إحنا عندنا كل مفتش عنده خطة سنوية يمشي عليها، طالما ما جاي إليه طلب إلى أشياء أخرى. فعندنا المملكة البحرين موزعة كمحافظات وكمجمعات سكنية، كل سجلات التجارية موزعة على المفتشين. نعم. فكل واحد عارف كم سجل عليه أنه يفتش، عارف خطته السنوية، هذا التفتيش الدوري. فإذا ما أنيطت له مهمة أخرى، هذا هو ماشي في هالمسار. بس أحياناً نجي لنا شكاوي تحتاج أن احنا نروح نباشر فيها. صح. فمعناته أن احنا بناخذ واحد من المفتشين نوقف الدوري يروح يباشر مثلاً معالجة الشكوى. احيانا يجي لنا تفتيش متخصص مثلا في قطاع معين. نعم. مثلا الصالونات، مثل ما صار في الفتره الاخيره لما فتحوا الصالونات في 27 صحيح. مايو، فصار ان احنا عندنا 3200 صالون. فمعناته ان بنركز الجهود في هالفتره على الصالونات. وغطيناها كلها كامله يعني ما شاء الله. احيانا يصير عندنا مثلا ظاهره معينه نبغى ندرسها، فنحتاج ان احنا نروح نفتش ونشوف عشان ناخذ المؤشرات. وأحياناً مواسم مثل شهر رمضان نشوف الأسعار. نعم. السوق المركزي مثلاً صارت فيه شحة من المواد أثناء مثلاً المواسم، المدارس، في أشياء موسمية. فيختلف على طبيعة المتغيرات اللي تصير. تكلمتي عن موضوع الصالونات وأنكم مركزتوا عليها في هذه الفترة، بس خلينا نتكلم جائحة كورونا شقد أثرت على شغلكم أنتم كإدارة في التفتيش. طبعاً أثرت بشكل كبير، كنا نحن كإدارة إحنا في الواجهة الأمامية، في الصفوف الأمامية لمكافحة انتشار الفيروس. فصار الأولوية أن إحنا ننفذ قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد الأمين. فهذه التوجيهات يعني تقريباً كأدنى 6 توجيهات أساسية. أولها مثلاً أيام اللي كان الغلق، أن حتى الصالونات مغلقة، صح، دور السينما، مقاهي الشيشة، فإحنا كنا نتأكد أن هذه المحلات مغلقة، مغلقة بالفعل مغلقة. مسألة التباعد الاجتماعي في المحلات المفتوحة، لبس الكمامات مثلاً،
وكانت يعني جيلاً أمور أكثر، حتى يمكن ظاهرها الواحد يقول شنو علاقتها بإدارة التفتيش، بس إحنا كلنا في النهاية فريق البحرين أكيد، فكنا نتقبلها أن يعني هذه ثقة اللجنة التنسيقية وثقة القيادة الرشيدة في إدارة التفتيش أن عاطينا هالمهام، مثل مواقع البناء. نعم. يعني هي من المواقع الخطورة العالية مواقع البناء والأسواق الشعبية، فصار توجيه أن إحنا نروح بعد نفتش في هذه المحلات نتأكد من مسألة مثلا التباعد الاجتماعي، فانحنى التفتيش إلى هذه المنحة. وأيضا صار في قرارات بعد على مستوى الوزارة أن مثلا الكمامات كان لها أسعار، صح، المعقمات كان لها أسعار، فكنا نروح نراقب أن هي ملتزمين بهذه الأشياء، يعني فتوجه كبير تغيرت التوجهات عندكم حق الأولوية خلال هذه الأوضاع، يعني الله يعديها على خير. يعني بنتكلم معاك أكثر أستاذة منى، نسمع دائما في الفترة الأخيرة الكثير من المتطوعين التحقوا بكثير من الجهات خلال هذه الأزمة اللي هي أزمة جائحة كورونا، لكن بالنسبة لكم في إدارة التفتيش هل هناك متطوعين وهل هذول المتطوعين ساعدوكم في عملية التفتيش؟ عندنا إيه بالفعل، يعني بنت من حيث ما انتهيتي ساعدونا بشكل كبير. احنا عندنا 4 دفعات صارت عندنا متطوعين، تقريبا اجماليهم يمكن 360 متطوع. نعم. فوزعناهم اول شيء طبعا عملنا معهم لقاءات بالزوم لان ما نقدر نستوعب عدد كبير يعني، وبعدين وزعناهم على المفتشين، يعني صار لكل مفتش تقريبا بين 16 الى 18 متطوع وهو مسؤول عنهم، فيروح اياهم يشرح لهم. واخذنا الجانب اللي هو التوعوي من التفتيش، يعني التفتيش هو مو بس رقابه، صح، هو بعد جانب توعوي، فواجد ساعدونا يعني ان تعرفين توزع المهام، تتوزع، صح، الاماكن اللي نقدر نغطيها في مملكه البحرين. جميل. فبالفعل كان يعني نشكرهم على هذه المبادره، وراعينا كثير من الامور اللي مثلا ساعات احيانا بالمتطوع في هاي المنطقه اللي قريبه من بيته، صح، او احيانا مده دوام معينه لانه اوريدي يشتغل الصبح في مكان ثاني، صح، إيه، فكنا نراعي هذه الامور يعني، ونشكرهم على هاي التطوع حقيقه، ساعدونا بالفعل يعني. استاذ اكيد في هناك قوانين وقرارات استجدت بشان التفتيش، خلينا نتكلم عنها. يعني الحين مؤخرا صدر اللي هو القرار 66/2020 عن التصالح، هاي واجد نفعنا، لان في التفتيش ياما تصير قضايا، يعني مثلا عندنا نشاط من غير ترخيص، فالمسار كان الطبيعي لهذا النشاط الغير مرخص هو غلق المحل لانه ما عنده ترخيص والتحويل للنيابة. الحين صار في إمكانية أن احنا نعرض التصالح على الشخص، على يعني المؤسسة المخالفة، أن احنا في كل الأحوال بنغلق المحل لأنه غير مرخص، لكن في تصالح إذا يدفع مثلا مبلغ بدل ما يحول إلى النيابة هو يقوم بالدفع هذا المبلغ ويقوم بالإجراءات، بحيث أنه يبدأ في إجراء استخراج السجل الصحيح والموافقات الجهات. هذه واجد نفعنا، وأصحاب الأعمال هم مخيرين في النهاية، يعني هو يبغى يروح لطريق النيابة أو يبغى التصالح، بس كثير منهم يعني إحنا الحين ما صار لنا شيء من بدأنا يبغون هذه المنحة لأن أسرع، يعني النيابة يمكن يطول قضيتهم وما بيعرفون شنو بتنتهي، لكن هذه كلش المسلك أمامهم واضح، في عندهم خيار التصالح، فهذه جديد من القرارات الجديدة. جديدة، صح. يعني أستاذة منى كيف تستطيع الإدارة تغطية أنشطة متعددة وكثيرة يمكن خلال الفترة الصباحية؟ نعرف أن ما شاء الله أكيد عندكم أمور كثيرة تركزون عليها وأماكن كثيرة يمكن تقومون بتفتيشها، فكيف تنظمون الوقت في الفترة الصباحية؟ هاي مهم سؤالك، لأن الأنشطة متعددة ومتنوعة يعني وما تتركز في الفترة الصباحية، يعني كثير من الأعمال في فترة الصباح المكاتب الإدارية وهذه اللي يحتاجها، بس حركة الناس طبيعة الأسواق في الفترة المسائية. نعم. فقمنا أن احنا عملنا التفتيش، يعني كمفتشين عملنا لهم فترتين المسائية والصباحية على أساس يغطون أكبر عدد ممكن، وأيضا أضيف إلينا يعني في فترة هاي بعد من الأشياء اللي استجدت فترة الجائحة كان في هناك ظاهرة أن يعني ترفيع الأسعار في الأسواق المركزية، صح، أو حجب بعض السلع، فصار أن احنا بحاجة إلى مفش الفترة الصباحية والمسائية في الليل من الساعة 12 المفتشين يتواجدون في السوق المركزي، باعتبار أن هناك التجار يبدأون يطرحون المنتجات الأساسية الفواكه والخضار ويقعدون معهم إلى الصبح إلى الساعة 6 أو 7،
لين ما يعني يبيعون المنتجات فيتأكدون أن ما في أحد يحجب سلع وأن ما في ترفيع في الأسعار. هذا كان دور بعد جديد استوعبته الإدارة يعني. فصار الحين إحنا عملنا تقريبا يعني 24 ساعة. أكيد جهود كبيرة تشكرون عليها. كلميني عن يمكن محور موضوع اللي ما وراء الكواليس، يمكن اللي الناس ممكن نفس ما قلتي يمكن يشوفون أن إدارة التفتيش هي بس تفتيش. خلنا بس نشرح يعني شغلكم يعني تفتيش، وغير أن ترى إحنا قاعدين نطور أشياء تانية. فكلميني عن هذه النقطة. طبعاً إيه يعني هذا المؤسف ساعات إنه يطالعونها بس كسيف مسلط، بس هي أداة إن يعني تحقق العدالة حق البيئة التجارية. يعني عندنا إحنا حين مثلاً خلنا على سبيل المثال تقريباً الشكاوي بمعدل يعني يمكن 50 شكوى في الشهر، يعني عدد كلش كبير. إذا هاي الشكاوى من مو بس من المستهلكين، أحياناً من أصحاب الأعمال. فيقول أنا مثلاً أدفع إيجار وأدفع رسوم حق تجديد السجل وحق الأنشطة، فيما آخر قاعد يمارس النشاط من غير كل هالأشياء، يمارس من بيته، يمارس من محل غير مرخص، ما عليه إيجارات. فإحنا قاعدين نساعد هذه البيئة التجارية السليمة أن هي تنشط، من أن احنا نحقق الإنصاف. مو معقول هذا يمارس تجارة ويدفع وآخرين صح. أي فهني هذا اللي ما يشوف، يعني في ناس ما تشوف هذا الجنب. وايضا بعد جنبه الشكاوي، زين من حق المستهلك انه مثلا لما يعرف عن محل وغشاه او ممارسات غير سليمه او حجب سلعه انه يشتكي. فاحنا بعد نحقق للمستهلك ان البيئه السليمه، ان السلع متوفره بالاسعار الصحيحه، كل هذا من حق المستهلك. فهذه ساعات ما يشوفونها، يشوفون الجانب ان احنا الثاني. اغلقنا محل او مثلا نزلنا مخالفه، بس هي ليش؟ هي حمايه يعني للبيئه التجاريه صح، في نفس الوقت نساعد على الامتثال. يعني لما تكون في احيانا عقوبات رادعه بسيطه تخلي الواحد انه ما يكررها مره ثانيه، فنساعدهم على الامتثال. يعني استاذه منى، خلال هذه يعني الاوضاع ازمه كورونا، شلون شفتي تجاوب يمكن اصحاب المحال التجاريه معاكم من خلال يعني يمشون وفق الاجراءات اللي حطيتوها والتعليمات والاشتراطات؟ وشلون ايضا تشوفون لما يتم عمليه التفتيش، هل هناك يعني تقبل على عمليه التفتيش؟ تحسين انهم فعلا واعيين في خصوص ان هذه نقطه جدا مهمه ان تحفظ حقهم وتحفظ ايضا حق يمكن المستهلك في هالموضوع؟ يعني احنا الحمد لله مجتمع واعي. يعني لو بعطيكم مثال، مثلا الصالونات، احنا عندنا 3200 صالون تقريبا واكثر شوي. يعني من هذا العدد الكبير، نسبه اللي كانت عندهم مخالفات 17%، يعني نسبه الامتثال 83%. وحتى هذه اللي عندهم مخالفات بعد قابله للتصحيح، يعني مو نهائي ان مثلا بتحولنا نيابه او كذا. فهذا العدد ينم عن وعي. يعني كنا احنا أكيد نتوقع ان معها الاشتراطات، ومو سهله الاشتراطات اذا قريتوها، مو سهله حق الصالونات، لكن قدرت تستوعبها، قدرت تطبقها. وشفنا بعض الصالونات كانت نماذج، يعني كنا نصورهم لان كانوا بالفعل كنموذج يحتذى به، انه اذا مثلا صالون اخر سال نقول لهم هاي الاشتراطات، هاي طريقه التطبيق فيها. وحتى نسبة المخالفات اللي صارت يعني في هاي الفترة ما كانت كثيرة. يعني المحلات اللي مثلا ما التزمت بالغلق وهي مشمولة بالغلق، يا أما جهلا أو إنه يعني ما كان يدري شنو تبعاتها، وبعضهم يعني يديرها مثلا أجنبي ما كان يعرف بالضبط في الأمور، فما كانت مخالفات يعني بذيك الدرجة الكبيرة. وهذا يدل على شيء أكيد أستاذة منى، يدل على أن أنتم مو فقط تفتشون، نفس ما تفضلت وذكرتي في بداية اللقاء، أنت قاعد تقولين توعون أيضا أصحاب المحال التجارية في توعية أكيد قبل ما تتم عملية التفتيش. فأكيد نشكر تواجدك وحضورك معنا الأستاذة منى العلوي مدير إدارة التفتيش، كل الشكر لحضورك. كل الشكر لك، أكيد أثبتنا البحرين نحن مجتمع واعي. صحيح. أكيد شكرا لك. أكيد مشاهدينا وصلنا لختام لقائنا اليوم، نشوفكم بكرة على نفس الموعد. مع السلامة. مع السلامة.